ليه حشدوا الجيش المصري وحطوه في هذه المحرقة؟ هل كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة أمام جمال عبد الناصر للتخلص من عبد الحكيم عامر؟ والله في ناس قالوا كده، بس ده أصل يبقى يعني وسيلة مش غير معقولة، يعني إن واحد يضيع البلد عشان خاطر عاوز يتخلص من واحد. قالها عبد اللطيف البغدادي، مش أنا ومش سيادتك. عبد اللطيف البغدادي في صفحة 290 يقول: لقد قامر جمال عبد الناصر بمستقبل أمة بأكملها في سبيل مجده الشخصي، وكنا نعرف أنه يقامر وكنا نندهش من هذا التصرف. أيوة. عبد اللطيف البغدادي قال إن عبد الناصر كان بيقامر بالأمة كلها، وهم كانوا عارفين وكانوا فقط مندهشين. هو طبعا جمال عبد الناصر مش أول مرة يقامر، هو قامر قبل كده في تأميم القناة، وكل مرة يقولوا له إن الناس هتتدخل، إنجلترا وفرنسا هتتدخل بعد ما أمم القناة، وثروت عكاشة بعت له الخطة لغاية عنده، فقال له لا، الراجل اللي بعته له ده قال له ده كلام فارغ، مش ممكن الإنجليز وفرنسا هيهجموا، مش ممكن. وبعدين هاجموا، وبعدين في حرب 67 كان قطعا بيقامر، لأنه كان فاهم لآخر لحظة إن إسرائيل لن تحارب. وحصل هذا في مؤتمر أبو صوير، اللي عمل مؤتمر كبير في أبو صوير، وكان فيه حشد كبير من الطيارين ومن ضباط الجيش ومن القادة. وأول ما ابتدى قال لهم إسرائيل لن تحارب، بعد ما ايه خلاص الحرب على الابواب قبلها بثلاث اربع ايام، قال لهم اسرائيل لن تحارب. قالوا لي ليه ازاي؟ قال لهم انها اعلنت ان احنا لو مشينا قوات الطوارئ الدوليه هتحارب، واحنا مشيناها ولم تحارب. والحاجه الثانيه قالوا لو مصر حشدت قواتها في سيناء هتحارب، واحنا حشدنا قواتنا في سيناء ولا حرب ولا حاجه. والحاجه الثالثه ان لو الفدائيين المصريين الفلسطينيين هاجمونا عن طريق سيناء وان مصر تسيبهم يهاجمونا هنحارب، والفدائيين عملوا كده وما حصلش حاجه. ورابع حاجه بقى قالوا عليها ولسه ما اتعملتش، هي اغلاق خليج العقبه. قالوا انهم هيحاربوا لو اغلقنا خليج العقبه، وطبعا انا بقول لكم بقى ولا هتعمل حاجه. فالطيارين ده كلام واحد كان حاضر المؤتمر ده، وهو اللواء اسماعيل لبيب اللي هو كان قائد الدفاع الجوي في هذا الوقت، حكى لي شخصيا المؤتمر ده، وقال لك ان كان في شرايط تسجيل للمؤتمر، وبعد المؤتمر وبعد الحرب بقى وبعد المصيبه اللي حصلت خدوا الشرايط دي حرقوها، حرقوا الشرايط دي.